ونعود إلى تقرير المتعلق بموقف العماد عون خلال ترأسه لاجتماع الأسبوع لتكتل التغيير والإصلاح. لا يكون هناك احتكاك بين الطوائف لأن المنافسة ستكون داخل الطائفة الواحدة، ولأن المستفيدين من الخلل الذي كان قائما لا يفرح بما أقر اليوم. الكلام للعماد عون الذي عبر عن سعادته بعد اجتماع التكتل الأسبوعي لما تحقق في مجلس النواب، مشيرا إلى أن اتصاله بالدكتور سمير جعجع وبالرئيس أمين الجميل والبطريرك الراعي هو لشكرهما على المشاركة في إنجاح القانون، وربما يصدر من هذا الواقع أمر جديد كما قال. اليوم هو اليوم الأنصع بياضا في تاريخ لبنان، اليوم لأنه إجا أعاد الحقوق لأصحابها دون المس بحقوق الآخرين، يعني مثل كأنه القرار الكتائب والقوات مرهون لإلهم، يعني أو في عقد، شو بعرفني شو بيسموه، عقد زواج مرونة، يعني واحد عم بيخون مرته، شو فيها؟ هيدي سياسة فيها تحالفات بتنعقد، فيها تحالفات بتنفك. وعن مواقفه مما يجري في البحرين قال عون: هذا منه تدخل، لا دعيت لثورة مسلحة، لا دعيت إلى التسليح، لا دعيت إلى ما يجري في الجوار من دعم بالسلاح والرجال والمال، ما دعينا شيء أبدا. وفي سياق منفصل وحول أضراب هيئة التنسيق النقابية، لفت عون إلى تأييده الزيادات، ولكن لا يمكن أخذ الضرائب من فقير لإعطاء فقير، بل يجب أخذ الضرائب من لديهم المال لمصلحة الفقراء.